الناحية التانية، طرد محمود الونش في مباراة بيراميدز، شايف الطرد صحيح تحديدا الإنذار الثاني؟ الانذار الثاني في الدقيقه 94، الكوره كانت هجمه واعده للنادي بيراميدز. الونش لعب الكوره بايده، هي اللعبه الاولانيه مش فيها حاجه، لكن هي اللعبه الثانيه لاستكمال اللعبه الثانيه لعب الكوره بايده، وده منع فرصه واعده. ده مش كل لمسه يد في اي مكان في الملعب، مش كل لمسه يد تحسب انذار، لكن دي لمسه يد منعت هجمه واعده لفريق بيراميدز. انذار صحيح من امين عمر، وكان انذار الثاني وطرد سليم للونش. طيب هل في اي حالات لفتت نظر حضرتك النهارده تاني كانت مثيره للجدل؟ يعني انا بتكلم في ماتش الاهلي، ما كانش فيه بس حاله الاتحاد السكندري، في ماتش الزمالك كان في حالات كتيره موجوده، والانذارات فعلا امين النهارده كان مميز جدا في انذاراته، سواء انذار الونش الاول في الدقيقه 27 وخد الانذار الثاني مستحق، انذار طارق حامد في الدقيقه 86 كان انذار مستحق، انذار اوباما تدخله للتهور في الدقيقه 83 كان انذار مستحق. في لعبه في الدقيقه 70 تسلل على نادي الزمالك، اللعيب كان في موقف تسلل، اللي هو لاعب الزمالك، وهو ما راحش للكوره، وبالتالي يملت الكوره طارق حامد راح بيها، كانت هجمه واعده، والمساعد تسرع في رفع الرايه، كان تسلل غير صحيح، ديت كان فيها ويت اند سي، لازم انتظر واشوف مين اللي هيلعب الكوره ومين اللي هيوصل الكوره، فده برضو خطا كان موجود في ماتش الزمالك. لكن صحيح، في ماتش الزمالك عموما الاخطاء غير مؤثره على نتيجه المباراه، الماتش كان ماشي كويس والتحكيم كان ماشي كويس. لكن انا بتكلم في ماتش الاهلي والاتحاد، في خطا موجود في ماتش الاهلي والاتحاد برضو كان في هدف ملغي للاتحاد السكندري، التسلل كان التسلل صحيح مظبوط، والمساعد رفع في الملعب، والمراجعه من الفار والالغاء كان سليم. كابتن جهاد انا بشكرك كالعاده، كابتن جهاد جريشه خبيرنا التحكيمي الكبير، انا بشكرك شكرا جزيلا.